حياك الله، معك أحلام من مركز علاج الإدمان، كيف أقدر أخدمك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي. على مركز الإدمان؟ حياك الله، إي نعم، تفضل. أستاذ أحلام، عندي أسئلة، أنا بس مدمن من فترة طويلة وأبي أعرف أطمن على بعض الأسئلة، وأنا أعاني من زمان وماني عارف كيف أوصل مع أو أتواصل معكم. أبغى أعرف كم مدة العلاج؟ حياك الله أخوي، ما تشوف شر. أول شيء بالنسبة لفترة العلاج تختلف من شخص إلى شخص على حسب حالتك. كيف يعني؟ في المركز ونقدر نشخصك، تختلف على حسب مدة تعاطيك، على حسب المواد اللي تتعاطاها، على حسب تاريخك الإدماني. طب أنا عندي مشكلة، كيف بتحلون مشكلتي مع وظيفتي مع أهلي؟ يعني ما أبغى العمل يعرف بالموضوع ذا. أبد، لا تقلق أخوي، طبعا إحنا نتعامل مع كل الحالات بسرية تامة. وإذا كانت فترة العلاج طويلة؟ حتى لو كانت فترة العلاج طويلة إحنا نضمن لك سرية معلوماتك، سرية الجلسات، سرية كل الخطوات اللي نمشيها معك. ليش؟ طيب يعني العلاج مو إقامة يعني فترة طويلة، ولا أنا أقدر أطلع وأقدر أروح وأجي وأروح لأهلي وأروح لوظيفتي؟ كيف على العالية؟ حسب، طبعا تجينا الجلسة الأولى تمام نشخص حالتك، ممكن تكون تجينا في جلسات وترجع لدوامك وترجع لحياتك وما يتأثر دوامك بالعملية العلاجية على حسب التشخيص الأولي لحالتك. يعني ما راح أطول عندكم؟ طبعا تختلف أخوي على حسب التشخيص، لكن أبشر بالخير، إحنا نبيك أهم شيء إن عندك دافعية. عندك دافعية؟ وطيب ممكن ممكن يعني أجلس عندكم أسبوع أسبوعين وأطلع، ولا كل يوم أقدر أطلع أروح أشوف أهلي وأروح؟ طبعا لو تجينا إن شاء الله بإذن الرحمن في الجلسة الأولى نشخصك، وتقدر إنك ترجع لأهلك بعد التشخيص الأول، بعد دراسة حالتك. طب ما عندي تكاليف العلاج أختي. أبد، الحكومة تضمن لك العلاج المجاني في كل مستشفياتها الحكومية. طيب ممكن تعطوني إجازة مرضية مثلا؟ المركز يعطيني إجازة مرضية للشغل؟ إحنا نعطيك إجازات، ممكن نعطيك إجازات مرضية مو تأثر على دوامك. أبغاك تطمن أن الأنظمة والتعليمات الموجهة لنا من الجهات المختصة تتيح لك العلاج بكل خصوصية وسرية، وما في أي معلومة حتأثر عليك في دوامك. طب من اللي راح يعالجني؟ طبيب نفسي ولا مختص بالإدمان؟ تمام أخوي، طبعا اللي عالجك حيكون فريق مختص بعلاج الإدمان، مكون من طبيب، أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، يسمع معك في جلسة، يعملوا لك برنامج علاجي مناسب لك على حسب المواد اللي تتعاطاها. وأبشر بالخير. طيب طب أختي بكون معك صادق، يعني أنا خاف أحد يشوفني عندكم، يعني هذه مشكلة. إذا كان مختلط العلاج بشوف أحد واحد بيشوفني، كيف تضمنوا لي الموضوع ذا؟ إحنا نضمن لك السرية زي ما قلت لك أخوي. أبد، أبيك تطمن، إحنا السرية يعني هذه أول مبدأ عندنا في التعامل مع كل الحالات، فكل حالة تجينا نتعامل معها بسرية وخصوصية. طيب يعني تعرفين المدمن يحتاج إلى دفعة من عندكم، يعني بتتواصلون معه، يتحاولونكم تشوفون إلى أي مرحلة وصلت؟ أكيد أخوي، إحنا طبعا في البرنامج العلاجي حريصين جدا أننا نتواصل مع كل شخص ونتطمن عليه وسير العملية العلاجية معه وكيف مدى تحسنه. حتجينا في كل أسبوع على حسب برنامج مكثف، زيارات أسبوعية، ونكون إحنا حريصين على الإطمئنان عليك وتنفيذك للبرنامج اللي إحنا نحطه لك. طيب عندكم أخصائيين اجتماعيين؟ لأنه هذا الشيء أثر علي وعلى عائلتي وعلى علاقتي مع محيطي ومع أصدقائي. أي أخوي، اللي بيتولى حالتك فريق علاجي، في أخصائي نفسي، في أخصائي اجتماعي، مرشد علاج إدمان، وأخصائي الاجتماعي حيمسك الجانب الاجتماعي المتأثر بالتعاطي اللي مرت فيه. طيب الحين تتوفروا لي مواصلات، أقدر أتواصل يعني أجيكم بنفسي أنا، وتوفروا لي أحد يجي يوديني ويأخذني؟ هذا بإمكاننا إن شاء الله بإذن الرحمن، بس أعطينا من عمرك، وكان إذا كان عندك هدف ودافعية أبد إحنا نساعدك فيها ونسهل لك الأمور إن شاء الله. طيب خلاص إن شاء الله بتواصل معكم إن شاء الله. وأي مركز أروح ولا في فروع كثير ولا أي مركز؟ كل المراكز اللي مختصة بعلاج الإدمان تفتح أبوابها لكم، بالعكس إحنا نتشرف فيك في أي مركز.
طيب جزاك الله خير أختي أحلام. شكرا وياك لك. أخوي حياك الله، تشرفت تواصلك. ما شفتم مشاهدينا، كانت هذه مكالمة افتراضية أجريناها لحالة افتراضية مدمنة لمادة الشبو، وكيف تم تلقي واستقبال الحالة عبر الاتصال مباشرتها من واحد من مراكز علاج الإدمان والإرشاد الأسري. طبعا نشكر جهودهم أكيد المتواصلة وأعمالهم في إنقاذ الكثير من حالات الإدمان بشكل يومي، والاهتمام فيها وتقديم العلاج ومتابعتها وتسهيل كل الاحتياجات لها. ومن هنا نقول إن كلنا يد واحدة مع حكومتنا الرشيدة، أعزها الله أبنائها وفي خدمتكم ولأجل سلامتكم.